ازيك يا مستر حماده؟ اهلا وسهلا. علاء بيعز وابن عمي يبقى اخو دكتوره نوال صاحبه القصر. فرصه سعيده يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضلوا. تشربوا ايه؟ لا مش عايزين نعطل سيادتك. احنا عارفين ان احنا لخبطنا مواعيدك بالميعاد المفاجئ ده. ما تقولش كده يا مستر حماده، انا تحت امر سعادتك في اي وقت. شادي الشريف المدير الاقليمي لاي دبليو بانك في الشرق الاوسط. احنا طبعا قبل ما نبتدي في اي موضوع او نفتح اي حاجه لازم نكون واقعيين جدا ونحط النقط على الحروف. يس نو بروبلم، ليت ات بي ات 7 o'clock. اوكي اوكي. مش ممكن يا علاء، الامور هنا عندكم حاجه صعبه قوي. الفايد اشترى بحلات هارودز في نص ساعه، واحنا هنا عشان نعمل اي خطوه بنمشي بسرعه السلحفه. ما علينا، نخش في الموضوع بسرعه عشان خاطر بس الوقت. الحقيقه يا علاء بيه، احنا كبنك عالمي لينا ايمج معين وبنعتبر اقدم بنك في العالم كله. عشان كده احنا في كل دوله من دول العالم بنحرص ان المقر بتاعنا يكون مقر عريق لتاريخ يتناسب مع بنك عمره 120 سنه. انا في الحقيقه شفت اماكن كتير قوي، لكن بصراحه عجبني القصر بتاعكم. صورته من بره وبعت الصور للمانجمنت في امريكا واخدت موافقه عليه. كان حماده بيكلمني في المبلغ وقال لي ان السعر مش مناسب ليكم. انا بصراحه عرضت عليهم الموضوع والحمد لله وصلت لديل كويس، اعتقد ان هو هيعجبكم قوي. احنا هناخد القصر ب 20 مليون جنيه. انا طبعا ليا ماي بيرسنتج اللي هاخدها من المبلغ بما يوازي 5% من قيمه اجمالي المبلغ المدفوع، يعني اللي هتستلموه 19 مليون جنيه. ادي علاء بيه العقد، وادي صور المخاطبات اللي خدتها مع المركز الرئيسي في نيويورك. خدوا وقتكم وردوا عليا، بس ارجوكم ردوا عليا بسرعه. نفسي حاجه واحده بس في مصر تخلص بسرعه، لحسن شكلي بقى وحش قوي قدام الخواجات. It's a pleasure to meet you. باي باي مستر حماده. حماده يا جابر. ايه ده؟ ده احنا ما نطقناش، ده الراجل جه رمى الكلمتين ومشي. شغل يا ابني شغل، مفيش وقت يضيعوه. بس هيتكلم ونتكلم. طب الخط النمو مش نضارة الإباحة. شوف يا علاء كده بيقول إيه. All the world bank. ده خطاب التفويض اللي البنك عامله له. إيه ده؟ دول مدين له صلاحيات رهيبة الراجل ده. ده جنرال مانجر. غريبة مع إن سنه صغير يعني. ما هم في أمريكا وأوروبا كده. تلاقيه عيل عنده 26 سنة وماسك شركة راس مالها مليارات. لا مالنا، الميه تكدب الغطاس، يجيبوا الفلوس اهلا وسهلا. وهنعمل ايه في عاطف حشام؟ تقول له روح شوف بيت في الارياف بال 13 بتوعه دول. 6 مليون فرق يا علاء. احنا لازم نخلع من عاطف ده ونشوف مصالحنا. قول يا رب بس اعرف اقنع ماما نونا. انا هتجنن يا ماما. بتصل بحسام ما بيردش عليا، وبكلم في طنط فوزيه مش راضيه تديني عقد نافع. هو باباكي ما قالكيش ولا ايه؟ ما قاليش؟ هو حسام عمل حاجه؟ اصل حسام استحاله يختفي من غير سبب. صباح الخير. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا معرفة. مالك؟ هو حسام عنده مشكله يا بابا؟ مشكله زي ايه يعني؟ اصلي بكلمه وما بيردش عليا. ما تقول لها يا ايهاب، ما هي مرفت لازم تعرف كل اللي حصل. اسمعي يا مرفت، انا طلبت من حسام ان احنا ناجل موضوعك شويه. ليه كده يا بابا؟ ابوه راجل مش مظبوط، وانا واجهته بالحقيقه دي بالكامل. مش مظبوط؟ مش مظبوط ازاي؟ بدون ما ندخل في تفاصيل، الراجل ابوه ده راجل مستهتر ومتورط في جوازات وعلاقات كده، وبعدين مركزه المالي في ازمه جامده جدا ومعرض يدخل السجن. واخوه، اخوه ولد مشاغب وليه ملف عندنا. الاسره كلها مش مظبوطه ومفككه، والاب ماشي ورا ملذاته ومش مهتم بعياله خالص. طب وحسام ماله بكل ده؟ حسام ذنبه ايه؟ مش مساله ذنب يا ميرفت، انا عارف ان حسام ملوش ذنب. واحنا كمان ذنبنا ايه نتورط في جوازه مع راجل زي ده كل يوم نجري وراه في اسمه ولا في محكمه؟ حسام انا عارف انه راجل ومحترم، انا اللي مربيه. طب ما تقبله، اقف جنبه طالما انت اللي مربيه يا بابا. الجواز مساله تانية خالص. يعني انت رفضت الجواز وقلت كده لحسام؟ حبيبتي انا ما رفضتش حسام، انا فهمته الحقيقه وسبت له القرار. كان قراره ايه؟ طلب يتنقل شرم الشيخ. وحضرتك طبعا وافقت على نقله شرم الشيخ. طبعا انا حبيبتي لما وافقت ان حسام يجي هنا يزورنا هو واهله،
كان ده شبه موافقه مني على الجواز، حتى بعد ما شفت ابوه وحركاته الهايفه قلت يمكن عقله خفيف شويه مفيش مشكله، لكن ان المساله توصل لكده مش ممكن. ميرسي قوي يا بابا. انا ما غلطتش يا شهير، كان لازم اعمل كده، انا اب ومش حارمي بنتي، مش كده برضو ولا ايه؟ كلميها يا شهير، انت امها وهي بتسمع كلامك، فهميها اني بعمل ده عشان مصلحتها. اختها متجوزه قاضي، وانت ابوك الله يرحمه سياده المستشار كان نائب رئيس محكمه النقد، يعني احنا عيله قانونيه، مش معقوله حمد ايدي في ايد واحد ابوه معرض انه يخش السجن. ايوه مش معقول والله العظيم انا ما مصدق نفسي، زياره حضرتك دي شرف كبير قوي ليا يا حماده بيه. اتفضل يا باشا انا مستنيك من الصبح. بيتك حلو والله يا شادي، زي بيوت الفنانين اللي بجد. ده من بعد خيرك يا حماده بيه. يا راجل ما تقولش كده، انا جاي عشان اشكرك. ايه رايك بقى، عرفت امثل ولا لا؟ عرفت، ده انت عبقري يا ابني، انا شويه كنت هصدقك. وبعدين ايه الاوراق اللي تخدني؟ محدش ابدا يفلس انها مش حقيقيه. دي شغلتي بقى يا حماده بيه. شوف يا حماده بيه، في قاعده فنيه بتقول كل شيء في الدنيا يمكن تقليده. عملنا الموناليزا مش هنعرف نقلد شط ورق؟ النت دلوقتي فيه كل حاجه. اتفضل يا حماده بيه، بيتك ومطرحك. والله الدنيا كلها نورت يا حماده بيه، انا مش مصدق نفسي. يا سلام، لحظه طال انتظارها. انا حاسس ان انا في عيد. ايه ده يا ابني، انا واكل مش قادر ادوق حاجه. لا دول بقى شويه بسبوسه معمولين عموله يستاهلوا بقك. عموله ايوه. والله انت مؤذي. اتفضل يا حماده بيه. يا سيدي كفايه. ايه الاوامر الجديده بقى يا فندم؟ ابدا، انا عايزك بس تناطر في علاء لغايه ما يغور الجدع اللبناني اللي عايز يشتري القصر، بعد كده هتحجب باي حاجه وتختفي. ما تخافش عليا يا حماده بيه، انت عليك تخطط وانا انفذ، زي ما كنا بنعمل في شغلنا بالظبط. حضرتك تقول لي العروسه اللي عايز ترسمها شكلها ايه وانا اروح راسمها على طول. لما اقول لي بقى ده شد البنت الخواجه اللي كانت قاعده توشوش فيك دي، تبين عليك ميه من تحت التبن والله. لا والله يا باشا انا بريء، دي زبونه جات لي رسمت لها صوره وبعدين قلت لها تعالي معايا المشوار ده. هذا يا شادي، لو الخطه دي نجحت وتفشكلت عمليه بيع القصر والله اللي هحلي لك بقك بجد. لحظه واحده يا حماده بيه، ده علاء بيه. الو. ايوه. اهلا، ازيك يا علاء بيه؟ لا معلش انا في ميتنج. اؤمر. قوي قوي. حاضر. لا ممكن اقابل حضرتك بكره الصبح ان شاء الله. الساعه كام؟ لحظه شوف المواعيد كده في الاندكس. لحظه. ايوه ماركو ميعاده الساعه، يبقى اقول لحضرتك على حاجه اللي يناسبنا من 10 ل 10 وربع. اوكي اوكي اوكي، باي باي، تحت امر حضرتك، باي باي. عايز يقابلنا انا وهو لوحدنا، يعني حضرتك ما تبقاش موجود في المعدة. هو ده على عزمه، هيفضل طول عمره حقير. لا يا علاء بيك، احنا اتفقنا خلاص، انت غيرت كلامك، هاد كلامك مو كلام رجال. يعاتف بيه الموضوع مش في ايدي، بقول لك والله معروض 20 مليون في القصر. اهي، وادي الاوراق اهي، اي دبليو بنك عايز ياخد القصر. اقول لنوال ايه؟ القصر جايب 20 وانا بعته ب 13 عشان تقول ان انا حطيت الباقي في جيبي؟ وحماده كمان دخل في الشغلانه وعرف كل حاجه. علاء انا اتفقت معك، ما بعرف شو اسمه هذا حماده، انا ما لي علاقه فيه. انت اخذت مني 20,000 دولار مشان تخلص البيع. اعطيني ال 20,000 دولار وخلينا اخواتي عمي. يا سيدي حدهم لك على داير برلين بس اخلص بيع القصر واسددهم لك على طول. وبعدين يا عم ده انا صرفتهم على مكالمات مع نوال في المانيا. وامتى رح سدد المبلغ؟ اديني شهرين بالظبط كده وفلوسك تكون عندك. شهرين او ثلاثة. حلو الكلام. ال 20,000 دولار بصيروا 30,000 دولار. نعم. اللي يعطف بيه الفايدة كام؟
حبيبي بدك تكتب لي شيك جديد والا راح ودي الشيك على النيابه. خلاص خلاص اكتب لك شيك جديد. السلام عليكم. كل فئات المجتمع محرومة من المشاركة في الحياة السياسية. احنا كطلبة مفيش بقهم غير كلمة واحدة بيقولوها لنا عشان نفضل ندور في دوامة المذاكرة والامتحانات وكأننا عايشين في بلد تانية. معزولين معزولين عن مجتمعنا واللي بيحصل فيه. ولما نتخرج لو حصل بقى المعجزة وتوظفنا نقعد برضه ندور في دوامة أكل العيش والمرتب والجواز لحد ما نموت بقى. بعدها ممكن نبقى نشارك في الحياة السياسية. احنا لو ما ابتديناش من النهاردة من اللحظة دي عمرنا ما هنبدأ. انا مقتنع جدا باللي بتقوله يا شريف، بس احنا لازم يبقى لينا اهدافنا، منهج نمشي عليه، افكار محددة النادي بيها. احنا اول حاجة لازم نحارب ونتقاتل عشانها. عملية بيع البلد اللي بتحصل كل يوم قدام عينينا محدش بيتكلم. كل تراثنا الثقافي بيتباع، افلامنا القديمة بتتباع، تاريخنا، حضارتنا، القصور القديمة والمنشآت الفخمة، لحد في الآخر مش هنلاقي حاجة بتاعتنا، هنبقى أغراف في وسط بلدنا. يا جماعة المسألة في منتهى الخطورة ولازم تتواجه بكل صرامة. شريف عنده حق، ولو سكتنا نبقى احنا بنخون القضية. أستاذ إبراهيم هنا؟ نعم. حضرتك ثانية واحدة. خير؟ كلم الجماعة تحت. جماعة مين؟ ست الوالدة. أمي؟ طيب بعد إذنكم يا جماعة، دقيقة واحدة. إيه اللي جابك يما بس؟ ده سؤال تسألوه لي يا إبراهيم؟ إيه اللي جابك يما؟ يما ما أنا قلت لك يومين ثلاثة وراجع. كده برضه يا إبراهيم؟ تعمل في أمك كده؟ سيبني قاعدة لوحدي بين أربع حيطان؟ ده أنا ماليش حد في الدنيا غيرك يا ابني. طب انت وقاعد متونس مع اصحابك ومبسوط ومفيش حاجه همك في الدنيا، ما سالتش امك بتعمل ايه اللي قاعده لوحدها دي؟ ابوك وسابني، اهل ابوك ويسابوني، وده نصيب والله ما لا اعتراض. كمان انت يا ابن بطني عايز تسيبني ليه كده يا ابراهيم؟ ليه تعمل في امك كده؟ خلاص ما تزعليش نفسك، انا هطلع الم هدومي واجي معاكي ونروح سوا. أنا عارف وقتك سمين قد إيه يا مستر شادي، بس يعني أنا كنت عايز أتكلم معاك في كام نقطة كده محددة وبساطة. أولاً كنت عاوزك تدفع مبلغ لجدية التعاقد عشان أنا مشيت زبون كان عايز ياخد القصر. ثانياً كنت عايز أتكلم معاك في عمولتي أنا الشخصية. الحقيقة أنا أحرجت إن أنا أتكلم في الموضوع ده قدام حمادة ابن عمي، أنت عارف بقى القرايب والحساسية اللي بتبقى موجودة بينهم. النقطة الثالثة عايزين نكتب في العقد مبلغ غير المبلغ المتفق عليه، يعني 12 أو 15 بالكتير قوي عشان الضرائب. وكمان عايزين نحدد ميعاد دفع المبلغ بالكامل وإمتى عاوزين تستلموا القصر، لأن المسألة طبعا محتاجة وقت وإجراءات. أيوة بس مستر حمادة كان قال لي. مستر حمادة ماله مال القصة دي؟ مالوش دعوة بالقصة دي خالص، ده القصر باسم أختي وأنا اللي معايا توكيل بالبيع. حماده بس ومامته قاعدين في القصر من زمان، واحنا مراعاه لمشاعر والدته ماما نونا سبناهم. يا علاء بيه انا ما عنديش اي مانع ومستعد لتنفيذ كل اللي حضرتك قلت عليه، بس ما عدا حاجه واحده، حكايه المبلغ اللي جوه العقد والمبلغ اللي بره العقد. احنا عندنا في امريكا العمولات شيء رسمي واضح جدا لا يمكن اخفائه. خلاص نعمل عقدين، عقد نوديه للاداره في امريكا وعقد يبقى لينا احنا هنا. سوري مستر علاء، لو حضرتك مصر على النقطة دي يبقى الموضوع كله كده ممكن ما يتمش، إنما إني أتكلم في العمولة بتاع حضرتك ده شيء واضح جدا وارد. بس خلي بالك حمادة بيه كان مكلمني في عمولة برضه. حمادة؟ وحمادة يطلب عمولة بأي حق؟ ده نصب رسمي يا مستر شادي. وبعدين ما تأخذنيش يعني حمادة ده ما يتكلش على كلامه، ده عيل صغير بيشبط في أي حاجة. وبعدين إذا كنا هنساعد حمادة
فده عشان خاطر ماما نونا، يعني مسألة عائلية بينا نقدر احنا نحلها مع بعض. العلاء اهلا اهلا، ازيك يا دودو؟ ازيك، ده انا سامعة حمادة وماما نونا ايه بتقطعوا فروة حمادة بتقولوا ايه من وراها. اقدم لك داليا بنت الاستاذ حمادة. اهلا، ازيك يا شادي؟ صوتها الحلوة دي. ازيك يا ميسة داليا؟ اه طبعا يا عم، خلاص اللي عالي عالي بقى. ايه ده، انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ ايه اللي اعرفه، دي مصر كلها بكره هتعرف. وعلى فكره مش هتعرف تقعد القعده اللي انت قاعدها معايا دي، ده شادي احسن رسام في مصر كلها. رسام؟ اه بس الحقيقه تتقال، ده مش اكتشافي، ده اكتشاف حماده. رسام يا مستر شادي؟ وبترسم عليها الرسم ده كله؟ يا مزور يا محتال يا نصاب، ده انا هسجنك واوديك في 60 داهيه. يا علاء بيه ارجوك افهمني، هو عمل ايه بس يا اونكل علاء؟ هو عمل ايه؟ قولي ابوك هو اللي عمل ايه؟ الاستاذ حماده والاخ نصاب بيعملوا عليا فيلم. يا استاذ علاء من فضلك انت تخرس خالص، امشي قدامي. اسمع، انا في جنبي طبنجه، لو اتحركت او حاولت تهرب هفرغ فيك الرصاص كله. امشي قدامي يا كلب يا حيوان. طب فهمني امشي. بس فهمني هو عمل ايه؟ ابقى اسال ابوكي. انا حماده الجامد قوي يا سليمان بيه، انا متفهم. شفت التخطيط؟ شفت اللعب؟ خرب عقلك يا حماده، كل ده يطلع منك. وعلاء كده وعندي تعليم. الموضوع مدروس بالملي يا سيدي، مش قادر الا بقى الواد شادي يستوعب تعليماته وينفذها بالحرف الواحد. علاء مش بس شربها، بيدي دلوقتي الميعاد من ورايا بيستفرد بيه. اوه شو هيقول ايه؟ بيعمل عليا نمر، مش فاهم ان انا نمره كبيره. الو، ايه يا حبيبي؟ مستر شادي معاك؟ على طب مش تقول لي ولا ايه؟ ده المعيد من ورايا بيصلح، عارف ان انا في اسمه. خبيث قوي الواد ده، بس عبيط عميق. ايوه لولو، لا لا انا معاك اهو يا حبيبي. لا انا في سويتي هوم باكل بسبوسه. خلاص انا مستنيه، بس قول لي وصلتوا لايه يعني؟ ايه؟ الو خطاطه. اه ده الشاحن قال له يعني. هو بيقول لك ايه؟ بيقول نتكلم مع الراجل، وصل لحاجات كويسه وقال ايه جاي ياخد رايي فيها. الواد شادي ده عبقري، تلاقيه منيم ونومه اهل الكهف. نزل الكنافه دلوقتي يا حماده بيه. استنى على الكنافة شوية، في راجل جاي دلوقتي هاكل وبعدين احلب الكنافة. ماشي يا حمادة. ابن اللي يا حمادة. مالك يا داليا، في ايه؟ بكلم حمادة على الموبايل مقفول. انت تعرفي اللي كان قاعد مع عمك؟ شكلي كده عكيت جامد، مش عارفة. شفت الموزة اللي دخلت دي يا سونا؟ يا اخي خليك في اللي انت فيه، انت ايه ما بتتقدش؟ يقول احنا جبنا شاحنة، بتقدد ايه؟ ايه يا حمادة قدامي كده؟ ده انا حضرة المنصب برضه. اسكت يا سلام، والله شكلها دي اصل ده احساس عامل زي الرضا مش جاي. اهلا وسهلا، انت مش تسلمي بس، انت تقعدي تشربي حاجه كمان. حضرتك مش فاكرني يا اونكل؟ انا كنت مع داليا في المدرسه. مش فاكرني؟ انا منار. اهلا، ازيك يا منار؟ امال داليا مختفيه يعني مش لاقياها؟ ما هي بتسافر على طول مضيفة. طب عشان خاطري يا اونكل، لما تبقى تشوفها اديها الكارت بتاعي ده عليه رقم الموبايل، انا نفسي اسمع صوتها اصلها وحشتني قوي. حاضر. انت بتضحك قوي كده ليه؟ ودي اللي فضحك عند الشله كلها وهجرسك على الحكايه اللي شفتها دي دلوقتي. ازيك يا حماده بيه يا ابن عمي؟ اهلا علاء، ازيك؟ انا جاي هو معايا مستر شادي وخلصنا كل حاجه. كويس قوي، بنزين غير المصلحه. اتفضل يا مستر شادي. اتفضل يا مستر شادي. اهلا وسهلا يا سليمان بيه. ربك علاء يا باشا، اهلا وسهلا. طبعا حماده بيه قال لك اننا بنبيع البيت. اه طبعا، ربنا يقدم ما فيه الخير ان شاء الله. الحقيقه يا سليمان بيه الخير كله جاي من عند حماده بيه ابن عمي. كده على احنا اخواتي حبيبي. لا ده لسه في كمان حاجه يمكن لاول مره اقولها. البيت ده ما كانش جايب غير 13 مليون، لولا بقى حماده بيه ابن عمي راح جاب لنا مستر شادي رفع سعر البيت ل 20 مليون. ايه، انا قلت حاجه غلط ولا حاجه؟ بيهزر،
على ابن عمي بيهزر 13 مليون ريال. يعني انت لما تقول 13 مليون ده هيدفع لك 20 ازاي؟ مش تفكر وانت بتتكلم؟ انا اسف جدا. معلش يا جماعه، انا اصلي مدب وخايف في البيزنس كده، مش زي حماده بيه ابن عمي. يا مستر شادي مالك ساكت ليه؟ أنا هقول لك بقى يا حمادة يا ابن عمي. مستر شادي ساكت ليه؟ مستر شادي ساكت لأنه هيشرف في التخشيبة النهاردة في السجن. عارف ليه يا حمادة باشا؟ لأنه نصاب. أنت حد شخصية راجل أعمال وجاي ينصب عليه. تصور طلع نصاب عالمي والبيش شغلته الأساسية إنه بيرسم، ويا ريته بيعرف يرسم. ده حتى لما جه يشتغل ممثل طلع ممثل فاشل. كلام ده صحيح يا مستر شادي؟ والله اوعى تفتكر ان هو بس اللي طلع ممثل فاشل، لا ده فيه اللي افشل منه، المخرج اللي اخرج له التمثيليه الهبله دي. بتنصب عليا يا حماده؟ انت فاكر انك بكده هتوقف بيع البيت؟ ده لما تشوف حاله بتوتنك انت طول عمرك هتفضل عني. احترم نفسك، اتكلم معايا كويس علاء. هو انا لسه اتكلمت؟ هو انا لسه قلت حاجه يا حماده يا ابن عمي؟ انت بتضحك علي؟ ما الراجل لازم يضحك طبعا، ما الحكايه بقت مسخره. بذمتك ما انتش مكسوف من نفسك؟ اسمع انا، البيت ده مش هيتباع مهما عملت. انا عارف انت هتموت وتبيع البيت ده ليه؟ عشان السمسره، عشان تطلع لك بقرشين. لكن لا انا ولا ماما نونا هنخرج من البيت ده. وانا مفكرك الكهرباء. مساء الخير. انما النهارده يا ماما شفت حته دي المشهد كوميدي على سسبنس على اكشن حكايه. كنت انا واحده صاحبتي في كافيه بنجيب حاجه حلوه، ولا اقول لك مين قاعد هناك يا فوفا؟ عمو علاء عزه. يا باي، يا ريت تفتكري لنا حاجه عدله. استني بس، التقيل جاي. عمو علاء قاعد مع مين بقى يا جدو؟ مع شادي الرسام ده اللي بيشتغل مع حماده. انا قلت ايه اللي لم الشامي على المغربي؟ غريبه يعني يتلموا دول على بعض. دخلت اسلم بقى، حسيت ان انا عكيت عكايه كبيره جدا. لقيت عمو علاء راح ماسك شادي ده من قفاه ونزل ضرب فيه، وهات يا شتيمه بقى، وكانت فضيحه. اكيد يا ماما عيله عزه دي هي اللي اخترعت الجنان واللسعان في مصر كلها. بس الغريبه ان انا فهمت ان شادي هو اللي نصب على انكل علاء، مع ان علاء عزه ده يعني ينصب على الدنيا كلها. وبعدين عرفت بقى ان حماده اكيد شكله متورط في الموضوع ده جامد. هموت بقى واعرف ايه الحكايه بالظبط. في ايه؟ مالكوا كده قاعدين ما حدش بيتكلم معايا؟ ايه جدو؟ ما تقولي حاجه يا فوفه. اصل انت فايقه ورايقه ومش حاسه بالهباب اللي احنا فيه. هباب جديد ولا العادي بتاع كل يوم؟ لا، الجماعه رفضوا جواز حسام من بنته. لا يا جدو، غريبه جدا. هو لسه في حد دلوقتي بيروح يتقدم ويترفض؟ الكلام ده كان زمان في الافلام يعني، انما دلوقتي البنت بتبقى مربطه مع مامتها وباباها، ويجي العريس يتقدم ويعملوا قال لي يعني هم مش واخدين بالهم بقى، وفي الاخر بيوافقوا يعني. ما هم كان موافقين يعني، بس حماده بقى. وماله حماده؟ عمل ايه تاني؟ ابدا، هو اللي وسال عنه فاكتشف انه هو يعني مش صوره مشرفه عشان يحط ايده في ايده. حماده؟ لا يا جماعه انتوا اكيد بتهزروا. حماده ده طيب جدا. لا 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 لا، الست اللي هو ده اكيد يعني. جرالك ايه يا داليا؟ انت عماله تضحكي وتهزري ومش حاسه باخوكي خالص؟ ايه يا ماما؟ ماله اخويا؟ قاعد يعني مساهم وعامل فيها زعلان وقاعد بيسمع عبد الوهاب. كلام الاونطه ده ما يدخلش عليا. ما دام الاثنين حبوا بعض خلاص، ما حدش هينفع يفرق بينهم. يا روميو! يا سمسم! ايه ده ايه ده ايه ده؟ شنطه سفر وبتاع. انت طفشان على فين يا سمسم؟ اشوف وشك بخير يا داليا. ايه اشوف وشك بخير والكلام القديم ده؟ انت رايح فين؟ انا مش قادره افهم. انا بقول لك انت عماله تهرجي وعماله تضحكي ومش دريانه باللي احنا فيه خالص. اخوكي يا حبيبتي طلب نقله لجنوب سينا. والله بقى كده يا حسام؟ معلش يا داليا، انا مش طايق اقعد هنا. ما بلاش جنان بقى يا ابني انت. الله، وبتقول عليا انا اللي مجنونه؟ ما تلم نفسك كده وتروح للست اللي هو تتكلم معاه راجل لراجل وتقول انا بحب بنتك. عارف انا لو راجل كنت سويت الهوايه. داليا استنى بقى لما اخلص كلامي. الله، هو كل حد في البيت ده بيسال عايز يلم شنطته ويهج؟ انا لازم امشي دلوقتي يا جماعه. السلام عليكم. استنى بس. الله، انا لو مكان البنت الغلبانه اللي بتحبك دي وحياه ربنا ما عبرك اذا كنت قماص كده وعايز تنزل من اول محطه.
مساء الخير يا حبيبتي. وحياه ربنا البيت دي 10 على 10. حسام انت فعلا قدمت طلب نقل لبابا؟ ايوه. يعني خلاص ناويه تعيش هناك على طول؟ تعالي يا ميرفت اقعدي هنا. اتفضلي يا ميرفت خشي يا حبيبتي. يعني ايه بالسهوله دي؟ خلاص عايز تمشي وتسيب البلد كلها؟ سلام عليكم. خير يا أنيسة سلمى. صباح الخير يا مجد. على فين إن شاء الله؟ وأنت بقى بتسألني بصفة إيه؟ يعني جارك ابن حتتك وربنا يتمم لنا الخير. يتمم لنا إيه؟ أنا هجيب أم الحاجة ونيجي نزوركم النهارده. تزورونا؟ تزورونا ليه بقى إن شاء الله؟ بقول لك إيه يا مجد؟ شيل الحكاية دي من دماغك. ليه بس يا بنت الناس؟ وأنا مش عاجبك ولا إيه؟ ما أنا شغال وزي الفل ومش هخليك عايزة حاجة. أنا لسه قدامي 3 سنين في المعهد على ما أخلص. وانا اخد ايه من المعهد؟ بقول لك ايه، انت مش خدت الدبلوم وخلاص؟ ايه لازمتها وجع القلب يا سلوى؟ عن اذنك يا مجدي. استني بس يا استاذه، استحان فيه. ايوه يا مجدي. بقول لك ايه، عايزك توصل الانسه لغايه المعهد وتستناها لما تخلص، والحساب عندي. على عيني. حاضر يا مجدي. انا حركه بالميكروباص. ليه بس يا ست الكل؟ الميكروباص وانا موجود على النعمه. لا يمكن ابدا. ما هي دي مش طريقه برضو يا علاء. احنا مش هنخسر بعض عشان الحركات الصبيانيه دي. والحركات الصبيانية دي أنا اللي عملتها يا كمال؟ مش حمادة هو اللي عمل كده؟ يخليني أقطع مع الراجل اللي كان جاهز وعايز يخلص في القصر. حمادة عمل كده عشان ماما نونة. محدش فينا قادر يقولها إن إحنا هنبيع القصر. لا، حمادة عمل كده عشان نفسه. هو اللي مش عايز يخرج من البيت إلا ما ياخد خليه ورجل. ده كلام. إنما حمادة من جواه زي ماما نونة بالظبط. مسألة صعبة عليه برضو إنه يسيب البيت اللي اتولد فيه وعاش عمره كله فيه. شوفي علاء، إذا كانت نوال مصرة فعلاً على بيع القصر، أنت لازم تاخد حمادة في صفك، لأن هو الوحيد اللي ممكن يقنع ماما نونة ويقدر يخفف الصدمة عليها. أخده في صف إزاي يعني؟ أنا لا يمكن أحط لساني على لسانه بعد كده. أنا مش حكيت لك اللي عمله يا كمال. أنا هقعدكوا مع بعض وأصالحكوا. في النهاية إحنا أهل يا علاء، ومصارين البطن بتتخانق. انا هكلم حماده يجي لنا ونقعد احنا الثلاثه نتكلم مع بعض. احنا دلوقتي رجاله العيله يا علاء، ولازم اي قرار ناخده مع بعض. انا ما اقدرش اقعد مع حماده بعد كده. اسكت بس يا اخي، سيبني انا هتصرف. الو، ازيك يا حماده؟ انا كمال. طب اهدى بس، اهدى. انا عرفت اللي حصل. انت كان عندك حق في كل اللي عملته. الله، عنده حق ازاي كمان؟ ايوه يا حماده. كنا عايزين نقعد مع بعض يا حماده ونتكلم. ما تيجي شويه؟ خلاص احنا نجيلك. انا لا يمكن اروح له. خلاص يا حماده، نص ساعه ونكون انا وعلاء عندك. سلام. لو كان عنده فين بس يا كمال. انا بعد اللي عمله ده لا يمكن اروح له. معلش يا حماده، طبينا عليك كده زي القضاء المستعجل. اتفضل يا كمال. بس انت عارف بقى ان الموضوع خطير وعايز مننا فعلا تفكير. انتوا تبطلوا بقى شغل العيال ده انت وهو. انا بس عايزه يعرف اذا كان فاكر انه بيصيح عليا. مين اللي بيصيح على مين يا حماده؟ عامل لي نصبايه وبتقول انا اللي بصيح؟ وبيع القصر مش نصبايه علينا كلنا؟ لعلمك يا كمال، انا هقول لنوال اللي قاله لشادي لما كان فاكر انه جاي يشتري القصر. الاستاذ كان عايز يحط 6 مليون في جيبه ويدخته وعقد مضروب. ده واد كذاب وحقير وانا مش هسيبه. حقير عشان كشفك. الله، الحاجه بتاعت اختي يا اخي. الله، انت مالك انت؟ انا حر. ما انتش حر. يا جماعه يا اخوانا، احنا مش جايين عشان نتخانق، احنا جايين نتناقش، نتكلم ونوصل لحل. بس بقى يا علاء. الله، ما انا ساكت اهو. ما تقول له هو. بس يا حماده، انتوا عايزين ايه كمان؟ اطلب لنا قهوة يا ابن انت. خلاص صدعتوني. 3 قهوة يا بلوتو. انا مش شارب حاجة. هتشرب. انت لازم تحترم المكان اللي انت قاعد فيه. مش شارب قهوة بقولك. الله يخرب بيت القهوة اللي هتخلينا نمسك في بعض دي. هتشرب القهوة يا علاء ورجلك فوق رقبتك. اخرس بقى. شوف يا حمادة،
احنا عمالين نلف وندور ونختلف على حاجات كلها في النهاية حاجات تافهة، الفلوس، المشتري، العمولات، ونسين اهم حاجة ماما نونة. ماما نونة ده شيء يخصني انا، محدش له دعوة بيها. لا ما يخصكش انت لوحدك يا حمادة، ماما نونة لها فينا زي ما لها فيك بالظبط. احنا قدام امر واقع، نوال صاحبة القصر وباسمها، ونوال قررت انها تبيع القصر، يعني ماما نونة مش هيبقى لها مكان تقعد فيه. ليه؟ انا مت، انا اجيب لها احسن قصر في مصر واقعدها فيه. يا حمادة انا ما كملتش كلامي، بيوتنا كلها مفتوحة لماما نونة، ونوال نفسها لو اتكلمنا معاها ممكن تجيب لها احسن مكان، وممكن كمان تاخدها المانيا تعيش معاها هناك. مش هي دي المشكلة، المشكلة ماما نونة نفسها، هل هترضى بده ولا لا؟ انا دركت لها الموضوع يا كمال. انت عارف قالت ايه؟ قالت ان لو خرجت من البيت ده هموت. لا حول ولا قوة الا بالله، الست دي ما تستاهلش مننا كده ابدا في اخر عمرها. ما تعرفش تأجل البيع شوية يا علاء؟ المسألة مش في ايدي، الراجل ماشي اخر الشهر، ولو ما خلصتش في القصر ده عمره ما هيتباع، لانه مسافر رحلة طويلة قوي. هو راح شاف القصر يا علاء من جوه؟ كان عايز يشوفه طبعا، بس انا ما قدرتش عشان ماما نونة لسه ما تعرفش اي حاجة، ما انا كنت معتمد على الاستاذ يقول لها. اسمعوا، مش يمكن الراجل ما يعجبوش القصر وكل ده ينزل على فشوش؟ ممكن. خلاص يروح الراجل يشوف القصر، وبعدين لما يقول هشتري نبقى نتكلم. ايوه بس الراجل هيروح يشوف القصر ازاي؟ تفتكر ماما نونة مش هتحس؟ يا كمال ده ماما نونة بتحس بالبصة. طب ما الاستاذ حمادة ياخدها يخرجها، ممكن يعزمها على الغدا لمدة ساعتين بس، لحد ما الراجل يدخل يشوف القصر من جوه وياخد قرار. لما اشوف. الله، اما تشوف امتى بقى؟ ادينا اهو عاملين اعتبار للقرابه اللي بينا وبنعمل كل حاجه قدامك، احسن ما ماما نونة تلاقي فجاه كده الراجل طبب عليها وبعين القصر وتعرف كل حاجه، ما حدش عارف ساعتها بقى ممكن يحصل لها ايه. انت بتهددني؟ خلي الراجل يهوى من ناحيه القصر، والله العظيم لا اكسر رجله قدامك. مش كده يا حماده، علاء ما بيهددكش، علاء خايف على مشاعر ماما نونة زي وزيك بالظبط. صدقني يا حماده احنا معاك مش ضدك. وايه رايك بقى؟ انا حاسس كده مش عارف ليه ان البيت مش هيتباع. البيت من بره شكله يخض انما من جوه انا عارف كويس ان حالته مش قد كده. خلاص بكره انا هاخدها اخرجها واكلمك تيجي على طول. اهو كده الكلام، احنا نمشي خطوه خطوه، واللي يعمله ربنا هو اللي يكون. اخص عليك يا مسلو، بعايز تخطبي سلوى دي للواد مجدي الصايع الضايع ده؟ قولي لها والنبي يا ابله، ده بلطجي بقى. انا بعد ما قصرت اكمل تعليمي بعد الدبلوم واخش معهد التعاون عشان في الاخر اتجوز الواد ده. هقعدي قولي على ده لا وده لا لحد ما تبوري وما تلاقيش حد يتجوزك. تبور؟ ليه بتقولي كده يا ام سلوى؟ دي الف من يتمناها. ازيك يا طنط؟ ازيك يا اخويا؟ ازيك يا سلوى؟ كويس. ايه يا حبيبي، عندك محاضره النهارده؟ اه يا ماما، النهارده محاضره مهمه قوي. طب ما ناخد راي الاستاذ ابراهيم. لا معلش مش هينفع عشان لازم الحق. احنا مش هنعطلك اكتر من دقيقه واحده. قولي لي يا ماما. اصلي مجدي من الحاجه فتحيه جارتنا متقدم لسلوى. والله الف مبروك. طب ده خبر كويس قوي. وانت بقى موافق يا استاذ ابراهيم؟ وانا ليا حق ان انا وافق ولا موافقش، دي حياتك انت حره فيها. لا يعني انا قصدي انت شايف ان مجدي ده انسان كويس؟ الحقيقه انا ما اعرفوش كويس، يعني مش صاحبي. يعني لو ليك اخت ترضى تجوزها له؟ لا ده موضوع كبير قوي بقى، مش هلحق المره دي نتكلم فيه، ان شاء الله نقعد مع بعض ونتكلم براحتنا. مؤامرة واضحة يا اخوانا، مؤامرة على الفقراء، مؤامرة على الغلابة، وللأسف المؤامرة دي من جوانا احنا مش من برا. الدم الملوث اللي راح ضحيته آلاف، أنابيب الغاز الفاسد،
3 مليون قنبلة ممكن تنفجر في أي لحظة. كل شيء حوالينا بقى ملوث، الهواء ملوث، الأكل ملوث، حتى المية اللي بنشربها برضو ملوثة. لازم ما نسكتش، لأن إحنا اللي بندفع الثمن في الآخر. لازم نتحرك، يلا بينا. يلا يا جماعة، يلا يا جماعة. لا للفساد، لا للفساد، لا للفساد، لا للفساد، لا للفساد، لا للفساد. جوعتونا جوعتونا، جوعتونا جوعتونا، جوعتونا جوعتونا، جوعتونا جوعتونا. الحرية الحرية، الحرية الحرية، الحرية الحرية، الحرية. ايه رايكم بقى نعزمكم على الغدا النهارده بره؟ طب ولزومه ايه الاكل بره؟ هو في احلى من لقمه البيت هي اللي بتمري. هو تغيير يا نونا، ولا ايه رايك يا ناس؟ انا شخصيا مش هينفع، انا هتغدى في المحل، عندي شغل كتير قوي النهارده. خلاص يبقى هنخرج انا ونونا. براحتكم. ايه والنبي ما نخرج الا كلنا مع بعض. ايه يا حماده، ايه كلامك اللي زي الطوب ده؟ حد برضه يخرج يتغدى من غير مراته؟ ماشي، يبقى نروح نتغدى عند ايناس. اهلا وسهلا ماما نونا، هتيجي عندي المحل ده انا افرش لك الارض رمله واعمل لك شعرك واعمل لك ضوافرك، اخليكي احلى من هيفاء وهبي. جاتك ايه يا ايناس؟ تصدقي بقى ان انا من ايام المرحوم لا حطيت احمر ولا اخضر، مع ان ايه بقى انت ما شفتنيش الاول. البوجودي كان موضه وكنت بلبس اخر شياكه. انا هوريك الصور، اصل انا شايلاهم ما بطلعهمش. يعني اجي اخدك على واحده كده؟ يا ابني اتغدى انت ومراتك، انا ما بحبش اكل السوق. لا هتيجي معايا بقى. اوه جرى ايه انت يا واد؟ انت عامله زي ما تكون بتطرقني. هطرقك ليه يا ماما؟ انا زهقت من اكل البيت. ايوه اهلا يا ام ابراهيم. اهلا، ازيك؟ ايه ابراهيم حصل له ايه؟ ازيك دلوقتي يا ابلة؟ الحمد لله الحمد لله يا سلوى، نشكر ربنا على كل حال. اهو صحي اهو. هو احنا مش كنا اتفقنا يا ابراهيم نبعد عن المظاهرات والطريق اللي يودي في 60 ده؟ يا ده يا ابني الف سلامه يا استاذ ابراهيم. لا يسلمك يا سلوى. طب مش عاوزين مني اي حاجه؟ انا همشي يعني واجي لكم اخر النهار. متشكرين قوي يا سلوى، نخدمك كده يوم فرحك يا حبيبتي. سلوى ابراهيم ماله يا اختي؟ الحمد لله كويس يا تيتا نونا، عن اذنكم. دي سلوى جارت عيشه، شكلها كده انها بتحب ابراهيم، ابوها سباك. سباك؟ ناس طيبين احنا مالنا. سلامتك يا حبيبي. اهلا اهلا يا منونة. الف سلام عليك يا ابراهيم، الف بعد الشر يا اخويا. والنبي طول السكه حماده ما هو على بعضه، وزي ما يكون قلبه كده هينط من صدره من كتر خوفه عليك. انت ايه اللي عورك كده يا ابراهيم؟ تعبت نفسك وجيت لي يا بابا. ايه تعب نفسه؟ ده كلام برضه؟ هو عنده اغلى منك يا ابراهيم؟ يا عيشه يا اختي، المستشفى المقرفه اللي انت جايباه فيها دي، لا ابراهيم لازم يتنقل احسن مستشفى. تشغليش بالك يا تيتا، الحمد لله بقيت كويس. ايه كمان؟ طيب انا جاي على طول. بابا معلش يا ماما، هتخليك انت مع ابراهيم عشان كمان عايزني في الموضوع. خليك شويه يا حماده. يا ست البركه فيك انت. باي باي.